السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في البدايه احب ارحب بكل الناس اللي بتشوفني النهارده وبتمنى لكم دوام الصحه والعافيه يا رب. قصه النهارده من اغرب القصص اللي انت ممكن تسمعها في تاريخ حياتك، والاغرب من كده انها الفنانه مشهوره من فنانات الزمن الجميل، وهي الفنانه لولا عبدو. لولا عبدو يمكن كتير مننا ما يعرفش الاسم ده، لكن انت لو شفت صورتها ممكن تفتكر لها مشهد او مشهدين من افلام زمان. هي اتولدت في بني سويف سنة 1920 في 15 فبراير بالظبط، وكانت من أسرة فقيرة جدا. مامتها كانت كل خلفتها بنات، ولولا دي كانت بنتها الأخيرة يعني لمامتها. باباها لما مامتها فضلت تخلف بنات تخلف بنات طفش بقى الراجل، اتخنق بقى اللي انت كل خلفتك كده، انا سايب البيت وماشي. والغريب ان والدها الاخر يوم في عمرها ما شفتوش تاني، يعني ابوها طفش وما عادش رجع تاني، ما حدش عاد عارف عنه حاجه. الحقيقه ان ام لولا كانت ست محترمه جدا، خافت على عيالها وفضلت بقى تشتغل في البيوت وتباع خضار واشتغلت مليون شغلانه عشان تربي بناتها تربيه كويسه. يعني ما بهدلتش بناتها، لكن البنت اول ما كانت بتوصل لسن 13 14 سنه كانت مامتها بتدلها على عريس او اي اول عريس يتقدم لها كانت بتقبله بقى، عجلاتي اي حد كده، بتقوم ايه مجوزة البنت علشان مسؤوليه البنات كبيره زي ما احنا عارفين. لولا بقى كانت البنت الاخيره بقى اخر العنقود، وكانت شايفه نفسها حبتين، هي كانت جميله كانت شايفه نفسها حبتين. اتقدم لها واحد قريبهم وكان بيحبها جدا، لكن لولا بقى قالت له بقى انت جربان معلش مش تاكل معايا، انا عايز حد يوديني جمصه راس البر حاجات من دي يجيب لي فطيره، وانت على قد حالك فانت مش تاكل معايا. مامتها قالت لها بنت دوت كويس وشريك وبيحبك، قالت لها كل سنه طيبه مش هياكل، قالت لها لا مش هياكل معايا. المهم يعني عشان ما اطولش عليكم، لولا اتعرفت على رقاصه من رقاصات المولد، كانت الموالد زمان بتبقى في المحافظات. اتعرفت على رقاصه، الرقاصه قالت لها انت بتعرفي ترقصي؟ لولا قالت لها بصي انا ما اقولكيش بقى، انا بنت خطيره. قالت لها طب وريني كده. لولا رقصت لها رقصه عقبه وكده ومهرجانات، ما اكلتش مع الرقاصه، قالت لها لا. الرقاصه قالت لها لا انت محتاجه تدريب كتير وتمرين، تجيلي كل يوم بعد صلاه العصر، صلي العصر وتعالي اعلمك الرقص. ولولا فعلا كانت بتروح للرقصه دي يوميا كل يوم في بيتها وعشان تعلمها الرقص. كان بيراقبها قريبها اللي هو كان بيحبها، لما عرف ان هي بتطلع لبيت رقاصه راح لمامتها قال لها الحقي وليه يا بنتك هتنحرف وتشتغل رقاصه. مامتها طبعا رقعت بالصوت واخذت لولا ربطتها في السرير وجابت المأذون وجوزتها قريبها غصب عنها. لولا طبعا زي اي ست نكديه اصيله طلعت عين جوزها وقرفته، واستمر جوازهم شهرين طلعت عينه يعني في الشهرين دول، نكد بقى وقرف. وفي الفتره دي جاء سكن جنب لولا مدرس كان من القاهره وجاي بني سويف، والمدرس ده كان غايه في الجمال، كان كل اللي بيشوفه بيحبه كده، كان حاجه شبه الملائكه كده زي كده بالظبط. المهم نشأ ما بينه وبين لولا قصة حب، بس لولا كانت ساعتها برضو متجوزة بس كانت غضبانة يعني. نشأ بينه وبين لولا قصة حب، ولما عرف جوزها بالكلام ده وراح يواجهها، لولا أخذت المدرس وهربت ورجعت القاهرة. لولا عاشت مع المدرس في القاهرة حياة جميلة ولذيذة، ولولا كانت بتحكي عن المدرس ده إنه هو كان نظيف جدا وجميل جدا، ما بيشخرش بالليل، ما مش راجل طبيعي يعني، حاجة كده فوق الوصف يعني. وعدت السنين ولولا خلفت طفل من جوزها الجديد المدرس، وفي يوم من الايام صحت لولا ما لقتش جوزها جنبها، دورت عليه من شمال ما لقيتوش، راحت المدرسه عشان تسال عليه، المدير المدرسه قال لها ما فيش اصلا عندنا مدرس بالاسم ده، قلبت الدنيا برضو ما لقتش حد بالاسم ده وما حدش يعرف الراجل ده، ولا لقت اهل ليه ولا لقت اي حاجه كده، حاجه غريبه جدا. لولا بقى ما لقتش قدامها بديل غير انها تشتغل في الكباريهات، وفضلت تدرج وظيفة المهم في الكباريهات ده لحد ما وصلت لبديعة مصابني. وبديعة مصابني طبعا زي ما كلنا عارفين ان هي اساس الشر في مصر كلها زمان، كانت بتاخد الرقصات او بتاخد البنات اللي هربانة من اهلها او الكلام من ده وتشغلها عندها في الكباريه بقى، في اعمال بقى منافية للاداب في الرقص في اي حاجة، كانت عاملة مجموعة شاملة يعني ما شاء الله. المهم لولا في الوقت ده اتعرفت على واحد من اجمل فنانين الزمن الجميل زمان، وهو محمد فوزي، وكان شغال محمد فوزي عند بديعة مصابني في الوقت ده، كان لسه طالع كان مغني وملحن صغير كده، ولولا حبته. لكن بديعة مصابني كان عندها قانون في الكباريه ان مفيش حب في الكباريه، يعني الشغل شغل والحب حب، عايز تحب اطلع بره الكباريه بتاعي ما تشتغلش عندي.
كانت اصيله بصراحه، كانت وليها عندها قيم يعني ومبادئ بصراحه. المهم لولا اتمسكت بحب محمد فوزي ليها وسابت الكباريه، محمد فوزي برضو ساب الكباريه لبديع واشتغلوا في اماكن تانية وبداوا بقى يخشوا في التمثيل ويمثلوا مع بعض كذا فيلم. ومحمد فوزي قال لها قشطه بقى تيجي نتجوز بقى، قالت له لا ما انا مش هتجوز. قال لها ليه يا لولا؟ قالت له لا انا عندي ابني مهم في حياتي والحكايه. قالت له لا يعني مش هتجوز. المهم فعلا لولا ربت ابنها تربيه كويسه جدا، ربت ابنها تربيه كويسه جدا وديته احسن المدارس. ولما وصل للجامعه بقى في يوم كان ممطر جدا، في يوم ممطر جدا رجع ابن لولا البيت وكان شايل قطه. امه قالت له انت ايه اللي شايله ده؟ قال لها قطه كانت الدنيا بتتمطر عليها وبتترعش صابت عليا خدتها ايه معايا. امه قالت له ماشي يعني تمام. القطه دي بقى الغريب ان هي كانت بتحبه جدا 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 جدا، يعني لما كان بيروح الجامعه كان بيقفل عليها باب قطه وتفضل تنونه وتفضل تكسر في الباب وتخبط في الباب لحد ما يرجع وياخدها في حضنه. يعني لولا كانت بتحكي ان يعني كانهم متربين مع بعض بالنسبه لابنها والقطه يعني. وفي يوم من الايام كان ابنها متعود دايما يدخل قطه ويقفل على نفسه بالباب من جوه بالمفتاح علشان يذاكر يعني. وفي يوم من الايام مامته بتصحيه الصبح عشان يروح الجامعه ما صحاش، قعد تخبط ما بيردش. قلقت عليه طبعا جدا وندهت للجيران كسروا الباب ما لقوش ابنها. قلبت عليه الدنيا، فضلت تدور عليه في الجامعه عند اصحابه ما عرفتش توصل له. طبعا لولا ساعتها نفسيتها تعبت جدا وتعبت نفسيا وتعرضت لحالات اكتئاب وفضلت تبحث عنه لحد ما فقدت الامل. ومرت السنين لحد ما لولا بقى عندها 80 سنه وكانت عايشه في نفس الشقه. وفي يوم بالليل وهي طالعه من الحمام لقت اوضه ابنها مفتوحه، هي كانت سايبه اوضه ابنها زي ما هي بالظبط، لقت اوضه ابنها مفتوحه. دخلت لقت واحد قاعد على السرير وحاطط راسه بين رجليه، يعني حاطط راسه بين رجليه وشه مش باين. طبعا صوتت فكرت حرامي. الراجل ده وقفها قال لها استني ما تصوتيش انا ابنك. فقالت له ابني ايه؟ قال لها انا ابنك. هي بصيت له طبعا شكله متغير يعني كبير. قال لها انا ابنك وما تصوتيش واهدي وانا هفهمك. قعدت جنبه على السرير وحكى لها اغرب قصه بقول لك ممكن تسمعها في تاريخ حياتك. قال لها ان القطه دي كانت جنيه وكانت بتحبه واخدته في باطن الارض في عالم في العالم السفلي. القطه دي اخدته للعالم السفلي. قال لها ان القطه دي ودته عند والدها، والدها مارد كبير من الجن، وقال له ان انت واحد مننا وان والدك جني. وقال لها ان هو راح وشاف والده، ووالده قال له بقى ان هو كان بيحب لولا وتشخص في شكل انسان واتجوزها وجاب منها الطفل ده. طبعا لولا ما صدقتش الا لما ابنها قال لها امارات محدش يعرفها الا لولا وجوزها المدرس، اسرار محدش يعرفها الا جوزها وهي محدش عارفها خالص. لولا صدقت اخدته في حضنها قال لها انا جاي لك يا امي وانا هاخدك معايا تحت الارض، بس مش هاخدك الوقت انا بجهز بس شويه حاجات وهاخدك معايا تحت الارض. ناموا فضلوا يتكلموا لحد الصبح ما طلع عليهم. ولولا نامت صحت طبعا، طلعت للصحافه وطلعت لجيرانها تحكي لهم الحكايه دي، الا ان ما حدش صدقها. قال لك الوليه كبرت وخرفت بقى، الوليه بتقول اي كلام، ما حدش صدقها. بس بداوا يهتموا بيها اكتر يعني، اللي هو بقوا يزوروها لان هي عايشه لوحدها يطمنوا عليها كل يوم. قال لك الوليه ممكن تلسع في اي وقت نطمن عليها كل يوم. وفعلا جيرانها كانوا بيخبطوا عليها كل يوم يطمنوا عليها. وفي يوم الايام خبطوا عليها ما فتحتش. قلقوا طبعا، الجيران جمعت بعضها وكسروا الباب ما لقوش لولا. لولا اختفت تماما، ما حدش لا لقاها ميته ولا لقاها عايشه. في نهايه القصه دي انا ما اتمناش طبعا ان القصه دي تكون حقيقيه يعني، مع ان مع تحضير الحلقه ما حدش عارف ينكر القصه دي وما حدش عارف يثبتها، لان لولا يعتبر كانت وحيده. في النهايه نتمنى ان ربنا يبعد عننا اي حاجه وحشه. وتصبحوا على خير.